غضب في البرلمان المصري عبر عنه عدد من النواب بسبب قصة مأساوية لفتاة تم اختراق حسابها على فيسبوك وسرقة صورها ونشرها في صفحة مخلة باسم آخر. الفتاة التي عرفها المصريون باسم مونيكا صدقي جلبت تعاطفا كبيرا بعد خروجها باكية في مقطع فيديو وهي في حالة صدمة. النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري كشف عن بدء مناقشة للجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل، حيث سيتم مواجهة التشهير المغلوط على تلك المواقع بقوانين صارمة. ونعود إلى موضوع بدء مناقشة البرلمان المصري للجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل بعد قصة لفتاة تم التشهير بها بعد اختراق حسابها. وهاتفيا من القاهرة ينضم إلينا رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري النائب نضال السعيد. أهلا فيك معنا، وأتمنى أنك تكون بتسمعني الآن. أهلا وسهلا فندم، سمع كويس وسمعت السؤال كمان بتاع حضرتك في الأول. تمام، تفضل حضرتك إذا تحكي لنا عن قانونكم اللي أنتم بتقترحوه حلا لهذه المشكلة. خليني أكلم بس على الفيديو اللي هو انتشر من فترة يعني معيش بعيدة. طبعا في حصل استياء مش في البرلمان بس، في مصر. نعم. يعني إنك تخوض في تشهير أو في الأعراض أو حاجات زي كده، ده شيء يعني مرفوض، وتقاليدنا الشرقية لا يمكن تسمح فيه أبدا. الجزء المهم جدا إحنا شغالين في موضوع تقنين الجريمة الإلكترونية، بس عشان الناس ما تتخيلش احنا مش الهدف ان احنا نقفل صفحه الفيسبوك. الجريمه الالكترونيه ابعاد كبيره جدا، من ضمنها التشهير وكمان سرقات الاي تي ام اللي هي الكروت الائتمانيه اللي من خلالها يقدر الناس تعملت سرقه، بس سرقه يعني اللي هو بالشكل الحديث بتاعها، ان ياخد بالبيانات بتاعتها ويشتري عبر الانترنت. تمام. نعم. في برضو بعض الحاجات زي سرقه الابحاث العلميه، وحتى عندكم سرقه المقالات اللي ما بيشروش المصدر بتاعها. ففي بعض الحاجات الكتيره اللي بيشملها جنون الجريمه الالكترونيه، لكن اللي زاد على السطح اللي هو الجزء بتاع الـ يعني الكابتن مونيكا اللي هي كانت بتتكلم، وفي يعني حاله يعني احنا كلنا كنا متضايقين يعني، لكن في النهايه خالص لازم نقنن وضع معين، ولازم نعمل توعيه للناس قبل ما نعمل القانون. يعني لازم الناس تحافظ على الاكونت او الحسابات بتاعتها عشان تطمن انها الحاجه مظبوطه، لان لا يمكن الدوله تحافظ على المعلومات وانت مش عارف تحافظ على الحاجه بتاعتك من اختيار الباسورد إلى آخره. نعم، بس يعني هل الآن القانون الحالي اللي موجود ما بيشمل كل المشاكل؟ يعني مثلا قضية مونيكا، يعني أنتوا شعرتوا أنه لازم لها مثلا قانون أشمل؟ بص، احنا جاء درافت من الحكومة بقانون الجريمة الإلكترونية، هيضاف عليه بعض التعديلات كمجلس نواب، لكن في النهايه خالص مش عايزين نحجمه، هي نقفل الموقع او ما نقفلوش. القضيه ابعد من كده، الجريمه الالكترونيه موجوده في العالم كله، والناس بتتدرج بقوانين صارمه. يعني زي ما بقول لحضرتك، موضوع سرقات الكروت الائتمانيه دي مهمه جدا، موضوع ان حد يشهر بحد او دي كمان ممكن تاخد تعويض. طبعا التعويض ما بنقولش تعويض مادي، بس على الاقل التعويض النفسي او المعنوي، ان الكلام ده ما ينسهاش او الى اخره. وفي نفس الوقت بنحجم المواقع اللي هي بتسبق في تشهير بالناس، لان يعني بيقول لك من امن العقاب اساء الادب. فاحنا عايزين نحط قانون وقواعد واضحه في حاله اذا تجاورت على حقوق الاخرين، من حق الدوله انها تعمل عليك عقوبات، والعقوبات دي لازم تكون نافذه. نعم، نحن بنشكرك على توضيح جهودكم في هذا المجال. كان معنا رئيس لجنه الاتصالات بالبرلمان المصري النائب نضال السعيد، شكرا لك. مشاهدينا، فاصل ونكمل حلقتنا.